تخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما عملت مع أبيك وما تملك في قلبك تجاه أبيك. الآن بالعكس، هناك ابن يرتكب الموبقات كلها مع أمه، لكنه أمام الناس يظهر نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في وقفات مع آيات. قال إليك عني يا رجل. قال لا بأس، أنا سأنصرف، لكن ما هذا الصوت؟ ليس عندها أحد. قال ما عندها أحد من النساء يكون معها؟ قال لا. ذهب عمر إلى بيته، قال لزوجته هل لك إلى خير ساقه الله إليك؟ قالت نعم إن شئت. وماذاك؟ قال امرأة من العرب تمخض، ليس عندها أحد من النساء، فقومي لتكوني معها. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه يصنع طعاما لرجل من عامة الناس. كن إيجابيا. كان بإمكان عمر أن يقول ما شأني بالرجل، ما حاجتي فيه، لأرسل له أحدا يساعده. أما وإنه يريد أن يكون إيجابيا، قام بفعل هذا الأمر بنفسه مبادرة منه وبدون سؤال. صنع عمر طعاما للرجل، وبينما الطعام قد نضج نادت امرأة عمر من داخل الشباك. Rolling. 5, 4, 3. شو عنوان الحلقة؟ الأدب. الأدب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.